السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في مكنتو داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم، وتنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول ديما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، تتبعا منا القضية ديال الشاب عثمان، قضية ديال الشاب ضحية ديال الحادث المروري، حادث التوقيف الشرطي أو تلك المطاردة البوليسية اللي انتهت بهذه الفاجعة الكبرى، واللي هي وفاة هذا الشاب عثمان، وأيضا إرسال فتاتين في حالة حرجة للإنعاش. هذا الحادث اللي تلاته مجموعة أو لا تبعت مجموعة ديال الأحداث اللي بكل صراحة كانت مؤسفة، وأحداث اللي فيها مجموعة ديال القيل والقال. لكن إخوان الأخوات، باش اننا نبقاو دائما في صلب هذا الموضوع وفي صلب القضيه بعينها، فهناك مستجدات جديده ويعني وحصريه يمكن نقول، ف وكتخص بالضبط وقوف الحموشي بشكل شخصي على هذه القضيه وعلى هذا الملف، من بعد ما امر يعني بمجموعه ديال الامور اللي غادي نشاركها معكم اخواني اخواتي. لكن قبل ذلك كنتمنى وكندعو اي حد غادي يشاهدنا انه ما يبخلش علينا بلايك الفيديو، وايضا اللي كيشاهدنا اول مره انه يشترك في القناه مع تفعيل زر الجرس، باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها، وهذا فضل وكرم منكم اخواني اخواتي بطبيعه الحال. فبكل صراحه وكيف ما قلت سلفا، فهذه القضيه هذه قضيه عقل، قضيه تحكيم العقل وتحكيم الرزانه وضبط النفس اخواني اخواتي. فهذه القضيه هنالك قوانين وقانون اللي عندنا اللي كيفصل ما بين هاد الامور كلها، واللي الحمد لله عندنا كل الثقه فيه باش ان الشاب الحق ديالو ما غاديش يضيع وغادي ياخذ الحق ديالو باذن الله، ولكن وفق المجريات القانونيه اللي معمول بها واللي كتمشي عليها البلاد، بعيدا كل البعد على بعض الامور وبعض الاحاديث وبعض الاقوال اللي بدات كتخرج، واللي الهدف منها هو زرع واحد الفتنه اخرى وتحوير النقاش، فعوض ما ان الانسان يركز على القضيه كقضيه، يعني القضيه وقعات، ان نحن امام قضيه وفاه شاب وارسال فتاتين الى حاله غيبوبه، ماشي في قضيه باش لكي نعيد تربيه الاشخاص او لا نعيد زرع اخلاق جديده او لا نعيد ارسال رسائل اخلاقيه، شكون لاش الدريات حتى ركبوا معاه في موتور، لاش راك بين ثلاثه، كل هذه الامور هذه تتبقى امور ماشي هي القضيه بالضبط، لان القضيه اللي حنا خصنا نطرقوا لها ونغطيوها هي قضيه وفاه شاب واعتقال شرطي متهم يعني باقتراف مجموعه ديال التجاوزات اللي ادات لهذه الوفاه ديال هذا الشاب. وهذا الشيء ماشي غير كلامي انا، هذا كلام حتى اللي صادر عن السي الحموشي، واللي قال ان هنالك يعني مجموعه ديال التجاوزات اللي ربما وقع فيها الشرطي، مما ادى والان تحقيقات يعني مكثفه من اجل ايجاد او لا تحصيل كل تلك الحيتيات اللي وقعت قبل الحادثه منذ لحظه المطارده في جميع الاماكن اللي مرت منهم هذه المطارده هذه الى لحظة وقوع الحادثة. فكل الأبحاث جارية من أجل كشف أو استخراج هذه التجاوزات اللي وقع فيها هذا الشرطي إخواني أخواتي. فعلى طول نمشي ونغوصوا فيما جاءت به جريدة إسبريس من يعني من أحداث ومستجدات بخصوص هذه الوقفة اللي وقف الحموشي عبد اللطيف كل بشكل شخصي يعني على هذا الملف، من أجل يعني زرع، لان هذه الوقفه هذه ديال الحموشي باش اننا نعطيو فيها واحد يعني نفتحوا عليها واحد القوس. ف كيف ما قلت في واحد الفيديو سابق، كاين بعض التجاوزات اللي كنشوفوا رجال الامن كيوقعوا فيهم في مظاهرات بزاف، يعني واحد التعنيف اللي زايد اكثر من القياس، فهذا الشيء كيشجبوا القانون. وهذه مناسبه يعني لقاتها الجهات الامنيه الكبرى على راسها عبد اللطيف الحموشي، واللي لقاها مناسبه باش انه يجدد الاوامر باش ان رجل الامن دائما يلتزم بالانضباطات والقوانين الامنيه المعمول بها. فعلى سبيل المثال هذه المطارده لو كان هنالك تحكيم ديال العقل، ربما ما كانتش غتكون مطارده، لان المطاردات ما كيسمحش بها القانون في حاله اللي تيكون ممكن ان هنالك يكون خطر. لهذا فرجل الامن لما يتبين له الخطر خاصو ما يقومش بالمطارده، وهذه من بين الامور اللي ممكن ان تكون شكلات تجاوز بالنسبه لهذا الشرطي، وبالنسبه لمجموعه ديال التجاوزات الاخرى اللي كنشاهدوا مثلا في المظاهرات وحتى التعنيف اكثر من القياس اللي مسموح به قانونا اخواني اخواتي. فعلمت هسبريس ان ضباط الشرطه القضائيه التابعين للمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بالدار البيضاء
استمعوا إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى 6 شهود من مستعملي الطريق ممن عاينوا الحادث الطرقي. يعني الآن إلى حدود هذه اللحظة إخواني أخواتي، فالشرطة القضائية استمعت ستة ديال الشهود، واش منهم ناس اللي كنا شفنا اللي تكلموا أنهم شافوا، واش ما كاينينش منهم ناس أخرين؟ على أي، فالشرطة القضائية تكون اعتمدت على الصور والناس اللي ظهروا في الكاميرات والتسجيلات اللي تم استخراج ديالها من الكاميرات في مكان الحادث، الذي أودى أول أمس الخميس بحياة سائق دراجة نارية وإصابة مرافقتيه بإصابات بليغة أو تزامن مرورهم مع وقوعه. يعني الناس، هاد الشهود هادو اللي تم استخراج، يعني تزامن الوجود ديالهم في ذاك المكان لحظة الوقوع ديال الحادثة. وأضافت مصادر لهسبريس أن فرق البحث القضائي وخبراء مسرح الجريمة قاموا بإجراء مسح شامل لجميع التقاطعات المرورية القريبة من مسرح الحادث، بحثاً عن كاميرات المراقبة الحضرية وكذا السكنية المتاخمة لمكان الحادث، بغرض الكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث المروري. يعني كان في البداية في ذاك اليوم الأول في لحظة الحادثة مباشرة بساعات قليلة كان داروا واحد المسح لهذوك الكاميرات اللي كاينين في عين المكان. الآن المسح على طول منذ بداية هذه المطاردة في جميع الكاميرات اللي غادي يكونوا لا في المنازل ولا في الكاميرات اللي كاينين في الملتقيات ديال الطرق. ووفق المصادر ذاتها، فإن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي يتابع شخصيا تطورات هذه القضية وأعطى تعليماته الحازمة لمصالح الأمن بضرورة الحرص على التطبيق السليم للقانون واستنفاذ كافة آليات البحث الجنائي الميدانية منها والتقنية بغرض تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتأديبية على ضوئها، وبموازاة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء. كلف المدير العام للأمن الوطني لجنة أمنية رفيعة المستوى بإجراء تقييم شامل للتدخل الأمني الذي باشره الشرطي الدراج الذي يحتمل تسببه في هذا الحادث، ودراسة كافة الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة إليه، خصوصا أن مصالح الأمن كانت قد منعت منذ مدة المطاردات المحمولة المحفوفة بالمخاطر، حرصا منها على سلامة مستعملي الطريق وموظفي الشرطة على حد سواء. وفي سياق متصل، علمت إسبريس أن البحث القضائي المجرى في هذه القضية وصل مراحل متقدمة، حيث يتم حاليا التحقيق مع الشرطي الموضوع تحت الحراسة النظرية حول ظروف وملابسات هذا الحادث المروري المؤسف. كما علمت الجريدة أن إحدى الضحيتين خرجت من مرحلة الغيبوبة وهي الآن في وضعية صحية مستقرة، ومن المرتقب أن يتم الاستماع إليها حول أسباب هذا الحادث بمجرد ما يسمح وضعها الصحي بذلك. فلا خوف على حق هذا الشاب عثمان بحسب جميع المعلومات إخواني أخواتي، بل بالعكس هذه القضية غادي تسلط الضوء على هذه التجاوزات اللي شرحت لها في الشكل الأول من هذا الفيديو إخواني أخواتي. فهذه المناسبة الحزينة والمؤسفة بكل صراحة غادي تكون مناسبة باش أن يتم يعني إعادة ديباجة التدخلات الأمنية التي تكون بعض المرات مخالفة للقانون في الأصل، لأن القانون ما كيسمحش بهذه الأمور، حتى في المظاهرات حتى في مجموعة الأشياء القانون ما كيسمحش بهذه التجاوزات، لأن كاين قانون اللي تعاقب، كاين قانون اللي مأطر الجدول والأجراء ديال تنزيل أي إجراء تم الأمر به في التنزيل في أرض الواقع. فكاين قانون اللي كيأطر، أي تجاوز فكيتحاسب رجل الأمن اللي كيقوم به أكيد غادي يتحاسب. وفي هذا الملف هذا شفنا التطور، ويمكن نقول بين المزدوجتين تفرقع، لأن بديت كنشوف مجموعة ديال الأمور، مجموعة ديال التأويلات، الناس كتحاول أن تحرف القضية من القضية ديالها بهذا الشكل تراجيدي إلى موضوع آخر لبعيد كل بعد، موضوع آخر اللي ممكن نطرحه في أي لحظة بخصوص الأخلاق، بخصوص التربية الأسرية، بخصوص العلاقات، بخصوص كل هذه الأمور، هذه الميوعات اللي كنشاهدوها في المجتمع. هذا موضوع آخر، وإن كان يظهر للبعض أنه متصل بالحادث المأساوي، لأن الحادث هو قضية يمكن مناقشة فيها منذ لحظة المطاردة إلى لحظة وقوع الحادث إلى الآن فقط. أما باش أننا ندخلوا
في حيثيات أخرى فما عندهاش يعني أسباب مباشرة في وقوع هذه الفاجعة، لأن هز ثلاثة وي، ولكن راه كاين هاد الظواهر كنشوفوهم، راه كنشوفو الناس هازين فعلا لوجست مخالف للقانون، ولكن ماشي هو اللي ادى لهاد الفاجعه، فاجعه ادت امور اخرى. خليو القانون يدير خدمته، حتى هذاك التصرف عنده عقوبه ديالو قانونيه اللي كتعاقبه، وبزاف ديال الناس يعني كيدفعوا مجموعه ديال المخالفات بسبب هاد يعني التجاوز في عدد الركاب، لا في السيارات لا في الحافلات لا في الدراجات الناريه على حد سواء. هذه نقطه فيها خلاف في القانون، ولكن ماشي هي موضوع هاد القضية ديال الشاب عثمان، لأن القضية ديال الشاب عثمان قضية اللي حادث ديال وفاة، قضية وفاة شاب جراء مطاردة بوليسية لها ظروفها الخاصة أدت إلى هذا الحادث المأساوي، فلا داعي لتحريف النقاش وتحويل القضية من قضية ديال الوفاة إلى قضية اخرى، يعني ما عداش واحد النهايه، قضيه ديال الاخلاق وقضيه ديال مجموعه ديال الامور اللي شفت البعض انه تلاح فيها. على اي كنتمنى انني نكون سلط الضوء على المستجدات الجديده في هذه القضيه هذه، واللي خصوصا يعني الاستفاقه ديال احدى الفتاتين يعني من الغيبوبه، زائد الاوامر ديال عبد اللطيف الحموشي، وزائد هذا التنزيل والاجراء ديال هذه القوانين اللي خدينا عليها واحد النبذه. في ختاما يعني كنتمنى ان اي حد غادي يشوف هذا الفيديو هذا انه ما يبخلش علينا بلايك، وايضا اللي كيشاهدنا اول مره انه اشترك في القناه مع تفعيل زر الجرس، باش دائما توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها، وهذا فضل وكرم منكم اخواني اخواتي بطبيعه الحال. وخير الختام، السلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.